اندلعت أمس قرب مدينة زوار الواقع غرب ليبيا معارك ضارية بين الثوار الليبيين وكتائب العقيد معمر القذافي. المعارك أسفرت عن مقتل 6 وجرح العشرات من الثوار. القوات الموالية للعقيد حاصرت وقصفت المدينة بعد سيطرة الثوار عليها منذ 4 أيام، ويحاصر رجال القذافي المدينة الواقعة على الطريق الاستراتيجية التي تربط طرابلس بالحدود مع تونس. كتائب القذافي تتمركز حاليا شرق زلتين وجنوب رأس الجميل وجنوب شرق عجيلات التي يقصفون المدينة منها. ويقول ثوار زوارة أنهم اتصلوا برفاقهم في الزنتين والمناطق الأخرى المحررة للحصول على تعزيزات كافية، لكن في الوقت الحاضر المدينة لا تملك التعزيزات المطلوبة لأن جميع الثوار توجهوا إلى وسط طرابلس، فيما يتواجد آخرون في مطار العاصمة الليبية. وأفادت معلومات أن معظم شوارع طرابلس كانت خالية من المارة، وقام الثوار عددا من نقاط التفتيش كل بضعة مئات من الأمتار، في حين ذكر أن أصوات الرصاص سمعت بمحيط فندق كارنيثيا وسط طرابلس حيث يقيم الصحفيين حاليا. في غضون ذلك أفادت الوكالات بأن بقايا كتائب القذافي تمكنت من قصف معسكر باب العزيزية وشارع الجمهورية وسط العاصمة بقذائف الهاون انطلاقا من حي بوسليم، وأن المنطقة شهدت قتالا ضاريا أمس بين ثوار وعناصر من كتائب القذافي التي لجأت إليها بعد اقتحام الثوار مقر العقيد معمر القذافي في باب العزيزية. وتناثرت عشرات الجثث في ميادين وطرق المنطقة وسط تأكيد السكان بأن بعض هذه الجثث لثوار عدمتهم قوات القذافي بعد أن ألقت القبض عليهم في وقت سابق. وأشارت بيانات لثوار ليبيا وجود معارك عنيفة تدور الليلة الماضية في منطقة القريبة من مطار طرابلس العاصمة، وتم استخدام مختلف الأسلحة في هذه المعارك من بينها صواريخ الجراد وفقا لهذه البيانات. المفاوضات بدأت بالأمس وتم الاتفاق مع مشايخ القبائل ومع الوجهاء في مدينة سرت، ولكن طلبوا وقت بحيث ان هم يتعاملوا جيدا مع ابنائهم ويسيطروا على وضعهم الداخلي بحيث ما يصير لهمش اي شرخ قد يجعل احد الطرفين في مأزق. يعني نادي رجال الاعمال في بنغازي خصص مبلغ 2 مليون دينار لكل من يقبض على عمر القذافي.